مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا في نادي التكنولوجيا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا. أنا محدثكم جمال الشريف على كنار تي في صوت العرب من كندا. الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موضوع قد يكون من المواضيع الكثير حساسة، اللي هي مواضيع البيئة. ولكن اليوم سنتكلم عن اختراع وليس فقط محاولة تنظير كيف نحافظ على البيئة وكيف نساعد البيئة السمكية والجو. سنتحدث مع شخص قام واخترع جهاز لتحويل البلاستيك إلى نفط. طبعا هذا الشيء هو حلم لكثير من الدول العالمية الكبرى، أن يحولوا مخلفات البلاستيك التي أصبحت أكثر شيء موجود على وجه الأرض إلى شيء ممكن نستخدمه، وهو أهم شيء، إما إعادة تكريره أو استخدامه في النفط. لكن الشخص الذي اخترع هذا الجهاز يعيش في منطقة تكون من أكثر المناطق على وجه الأرض صعوبة في إيجاد الموارد، سواء الاصطناعية أو الموارد الصناعية أو طرق التصنيع. إنه يعيش في قطاع غزة المحاصر، ربنا يفرج عن أهلنا في غزة ويساعدهم. أنا يعني يسعني ويزيدني شرفا أن أستضيف عمي السيد إبراهيم صبوح في هذا البرنامج اليوم. أهلا وسهلا عمنا إبراهيم. يا هلا بك، بارك الله فيك. أنا إبراهيم محمود صبوح، فلسطيني من أبناء قطاع غزة، صاحب فكرة ومشروع إنتاج الوقود السائل من مخلفات البلاستيك. والنعم بيك، حياك الله يا عم، أهلا وسهلا فيك وبأهل غزة كلهم. حياك الله، بارك الله فيك، الله يحفظك دكتور. عم نحكي لنا شوي عن حالك. من هو إبراهيم صبح؟ يعني العمر، عدد الأولاد، كم تعيش في غزة، ماذا تعمل؟ والله أنا الآن أنا مواليد 60، ما شاء الله، يعني عمري الحمد لله داخل على 62 عام. 7 أبناء، منهم من خلص جامعات ومنهم مهنيين، والحمد لله بتعرف الوضع الاقتصادي في غزة الحمد لله ركود على الجميع، صحيح. عرفت؟ فأنا أساس شغلي كهرباء عامة، وبشتغل في مجال الميكانيكا، يعني تصنيع مكن وأمور زي هيك، وبحب العلم كثير، علشان هيك أجتني فكرة المشروع. تعرف الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنعيشه إحنا في داخل قطاع غزة، والحصار الخانق كان كتير، وأزمة الوقود، هاي اللي خلتني أفكر في البديل يعني للوقود. فطلعت لقيت كميات البلاستيك كبيرة وضخمة، يعني حسب إحصائيات اللي هو مجلس النفايات الصلبة في قطاع غزة، في حدود 450 طن يوميا بيطلع بس مخلفات بلاستيك. وهذه مشكلة أساس، لما بدها في مكب النفايات تنحرق بتعمل تلوث بيئي، والعالم اليوم كله قاعد يعني بحارب اللي هو التلوث البيئي وتغيير المناخ اللي صار في العالم كله من تلوث البيئة. فأنا فكرت كيف بدنا نستغله، فبدأت أدرس كيفية يعني تركيبة البلاستيك قبل أن أعمل ولا شيء، لازم أشتغل على أساس علمي. يعني عفوا، الفكرة جاءت عم إبراهيم، جاءت من 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 حاجتين، وما يقول الحاجة أم الاختراع. صحيح، الحاجة الأولى اللي هو نقص النفط في قطاع غزة، والشيء صحيح، الثاني محاولتك لمعالجة مشكلة البيئة عالميا، لأنك أنت اللي بتسويه في غزة بيأثر علينا في كندا ترى، يعني اللي بيعرفش هذا إشي عالمي. صحيح. يعني هلقيت لما بيرحلوا النفايات على المكبات، النفايات الصلبة على المكبات بحرقوها، وين بيروحوا فيها؟ أكيد بحرقوها، ولما بحرقوها ما هي حتطلع في الجو كله هذه. صحيح، فقال أنا درست خواص البلاستيك ومركباته، وعرفت إنه البلاستيك أساسه نفط، وبعمليات البلورة الضغط والحرارة بتكون كل أنواع البلاستيك اللي إحنا بنشوفها في الطبيعة موجودة بين صحيح، إيدينا، من كراسي ومن قزايز ومن أمور كثيرة.
فأنا فكرت كيف بدي أعيده لحالته النفطية. فقعدت أعمل تجارب، والله قعدت أشهر كثير أنا، وصرفت عليه يعني مبالغ لما وصلت للنتيجة اللي وصلت لها. والحمد لله رب العالمين، يعني قدرت بالنهاية أصمم جهاز سعة 50 كيلو تقريبا، صمم رياكتور والسبريت غاز فاصل غاز والكوندنسرات المكثفات الهوائية والمائية، وبدأت أجرب عليه والحمد لله يعني طلعت نتيجة ممتازة. يعني هاي يمكن في عندي عينة صغيرة لو أورجيها إلى هذه، من بعض العينات اللي طلعت هذا عبارة عن سولار وبنزين تقريبا، نسبة مضبوط. ال آه نسبة البنزين تقريبا 15%، لأن أنا فحصت بالمختبرات الجامعة الإسلامية وفحصت بهيئة البترول، بيطلع نسبة كمان في حدود 15% غاز. الغاز هذا ممكن استغلاله وعادته يعني بدل ما يطلع في الجو يلوث البيئة بنحرق، بيرجع للمواقد الثانية في نفس للرياكتور للمفاعل الفرن. طب عمي بس خليني أسألك سؤال الآن، خلينا نبدأ من البداية. نعم البلاستيك في أنواع كتير، في واحد واثنين وثلاث، في منه يمكن إعادة تدويره ولا يمكن إعادة تدويره، هل عندك مشكلة في ذلك؟ صلي على الحبيب. خمسة هاي القنينة، هاي هذه أسوأ خامة على وجه الأرض، كل العالم بيعاني منها، اللي هي خامة البي إي تي. صحيح، هذه خامة صحيح. البي إي تي، هذه في لها حل، هذه لها حل بس مش بترول، هذه بتتحول لألياف الفيبر اللي بيعملوه إبطاني للجاكيتات وللوسائد اليوم والأمور هذه، إلها حل، هذه مشروع لحالها، اوكي، عرفت؟ اه فأنت اللي فتعرف بتستخدمه يعني اللي هي البلاستيك الذي يمكن إعادة تدويره. صحيح، البي اي البوليبروبلين والبولي ايثيلين هن اكثر يعني نوعين هذه، والخام اللي هي تبعت الكراسي كمان. اوكي طيب عمي إبراهيم، الآن أنت سويته هذا، هل المشروع كان ضخم ولا سويته في المنزل؟ في البيت ولا على سطح البيت يعني على مساعدة السطح. الأبناء اللي حملناه وسويناه؟ صحيح، يعني أول تجارب كانت صغيرة، وبعدين عملنا جهاز بسعة 50 كيلو، وبعد هيك وقفنا لأنه ما لقيناش أي جهة تدعمنا ولا تساعدنا ولا حدا يتبنى المشروع، والكل بصراحة الكل كان طمعان في المشروع، يعني بعد ما نشر الإعلان حتى الجهات الرسمية طمعت فيه. يعني هذا للأسف، نحكي للأسف يعني. صحيح، أول شيء يا جماعة، يعني أنا من هون بوجه رسالة لجميع أهلنا في حول العالم، سواء العرب الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين، هذا مشروع ربحي، يعني مشروع ينتج مال. مساعدتك للأستاذ إبراهيم ومحاولة إنتاج كميات، هذا بزنس، يعني بلا نحن مش عم بلا مؤاخذة مش عم نشحد من أحد، هذا بزنس، هذا نعم بيجيب دخل، بالإضافة إلى أنك تساعد في إيقاف التلوث البيئي قدر المستطاع، لأنه هذه مشكلة بيئية كبرى. وبالتالي يعني أنا اللي بفكر فيه إنه أي شخص موجود في دول مثل كندا أوروبا ممكن ياخذ على هذا الموضوع منحة من الدولة المانحة لمساعدة هذا المشروع وإنتاج كميات أكبر من النفط. فإن شاء الله بنقدر نجد أحد يستطيع يساعد عمنا إبراهيم ومشروعه. طيب عم إبراهيم، احنا في عندنا شوف فيديو قصير حنحطه وحنرجع نحكي عن الموضوع عشان الناس تفهم أكثر شو هو الرياكترز واللي كنت تحكي لنا إياه. إن شاء الله. أنت بتقدر تحكي والفيديو شغال، يعني ما في مشكلة. هون احنا على السطح عندك، صحيح؟ صحيح صحيح، وهذا البلاستيك. هذا البلاستيك صحيح، وهذه بعض العينات أساس كنا بنوريها للصحافة، وهذا محمود، أنا ابنك ومحمود كنت الرياكتور اللي هو المفاعل الفرن هذا هو الرياكتور اللي الفرن. كنت تحكي عنه، صحيح؟ صحيح، نعم صحيح، هذا اللي فيه اللي هو خامة البلاستيك موجودة بداخله. اوكي، فانت بتحط البلاستيك وبتسيحه في البداية. العادم صفر يا دكتور، العادم صفر، يعني اوكي فيش تلوث بيئي نهائي، عندي شهادة من جودة البيئة كمان.
تصريح بالشغل يعني ومن حتى ضرره، معلش المصانع. خليني أوقف على هاي النقطة، ضرره البيئي صفر. صفر صحيح، صفر، لأنه شوف هو كده. في معزل عن الأكسجين النهائي. أوكي. طبعا هذه هذول أحد المشاكل اللي بنواجهها، البلاستيك هذه حول العالم هاي المشكلة. صحيح. طيب دخل الرياكترز وساح البنزين، ساح البلاستيك، الآن بيطلع السبعين جهاز على فاصل الغاز، أوكي. وبعدين بتبخر الغاز، بيطلع على هيئة بخار، بيطلع على مكثف الهوائي، وبعد مكثف الهوائي بيدخل على مكثف المائي، على أساس بصير التقطير بعدها. واضح واضح واضح. نص احنا حنشوف موضوع المكثف، في ان هذا ابنك اللي ساعدك صحيح؟ عمود صحيح، هذا الحداد، هذا حداد اصلا. هذا اللحم كل الشغل. لا والله ما حدا دري فيه الا ساعة الاعلان، اشتغلنا فيه يعني بسريه كامل زي ما بيقولوها. هذا هو المكثف صحيح؟ هذا المكثف، نعم صحيح، المكثف المعلق فوق، واللي طالع من المواسير اللي لونها فضي هذه، اللي هو السبريت جاز، فاصل الغاز. شايف انت كيف الغاز بيطلع مضغوط من ال صحيح. وهذا المكثف المائي يمكن صحيح؟ صحيح. كنا عاملينه بشكل حلزوني داخل البرميل. اوكي. هذا المكثف طوله 3 متر تقريبا. جربنا الوقود على مولد الكهرباء تبع البنزين، وجربناه على الدراجة النارية، وجربته على فلوكس واجن اللي بيشتغل على الديزل. يعني الحمد لله كانت نتائجه كثير كويسة. إذا اشتغلت عليه أجهزة، يعني شغلته عليه أجهزة، صحيح صحيح، هاي قدام، هاي حتى بدون المولد فصل. شغال بدون فصل. صحيح صحيح، بدون فصل. يعني هذا المولد اللي بشغل فيه محمود، المولد بنزين أوكي. بيشتغل عليه مباشرة. يعني بيشتغل على بنزين وعلى على ديزل. صحيح، لأنه في خليط بلو شغال على طول. نعم أوكي. طيب أنا شفتك برضو طلعت شحمة تشحيم صحيح؟ هي مش شحنة، احنا حاليا حنشغل موتور البنزين. جزيئات مش مكسرة، جزيئات البلاستيك مش مكسرة في فهذا، نعم. فممكن إعادتها تاني اللي بتطلع هذه، وتتكسر في الجولة اللي بعدها من ال طيب أنا بدي أحكي عن الاستخدام الآن. احنا في قطاع غزة في عندنا مشكلة كبيرة في النفط، يعني نقص المنتجات النفطية بشكل عام، وهي مشكلة يعاني منها يمكن أهل قطاع غزة والعالم الآن مع زيادة الأسعار. كيف مشروعك هذا ممكن يحل المشكلة على الأقل محليا خلينا نقول؟ محليا. والله هو شوف يا دكتور، يعني اذا كان حجم كبير، يعني نقول نشتغل مثلا على طن او اكثر، عملنا لهم دراسات جدوى، احنا بكون في جدوى اكثر، بس يشتغل على مشروع صغير مش جايب همه. يعني اقل شيء لازم يكون حجم الفرن طن، إذا يسع أنت طن من البلاستيك. عملت دراسة جدوى. صحيح، في دراسات جدوى من 2014 في وقت، انت كل شيء غالي عندنا اصلا، نعم. ومش كل شيء متوفر، صعوبه بنلاقي الحاجه. ومشروع طلع مربح بالنسبة مع دراسة جدوى. هو مربح جدا صحيح، يعني خلينا نقول كل كيلو ونص بلاستيك او كيلو 300 جرام بطلع لتر. أوه. صحيح، بطلع لتر وقود. كل كيلو ونص بلاستيك بيطلع لتر وقود. الحد الأدنى، يعني من كيلو 300 لكيلو ونص بطلع لتر، واو. لأنه بروح يعني 15 تقريبا غاز، بطلع انغازات. لو احنا جمعنا الملوثات اللي بيطلعها المنزل بالاسبوع تقريبا 4 5 كيلو، يعني انت بتحكي 4 5 كيلو بلاستيك تتحول ل 4 كيلو لتر او 4 لتر بنزين، ممكن يساعدوك في تخفيف من مصاريف البنزين هاي كمان. صحيح صحيح، طيب يعني اكثر شيء ممكن يستعمل. نعم سعر البنزين اللي انت طالع من عندك، هل حيكون ارخص من البنزين اللي موجود في الاسواق؟ طبعا راح يكون ارخص، لانه منافس راح تكون.
واو، يعني أنت عم بتصنع بنزين أرخص، عم بتصنع راح تكون بنزين في مكان لا يوجد فيه بنزين أو نفط أو ديزل اللي بدكم تسموه، والشغلة الثالثة عم بتساعد البيئة بشكل عام عشان تنظف البيئة وتخليها نقية ونظيفة حول العالم مش بس في غزة. يعني إذا ممكن بده يستعمله، يعني خلينا نقول في الأماكن الزراعية للجرارات الزراعية عشان يكون بعيد حتى عن السكان. لو بدنا نقول هو في نسبة من الريحة الوقود دير بالك، نعم يعني عشان البلاستيك، يعني ممكن للبويلرات، للأفران، للجرارات الزراعية اللي بتشتغل خارج المدن، المصانع ال 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 يس مولدات الكهرباء. صحيح، حاجة ممتازة كثير، نعم لكن للأسف غزة ما لقيناش من يمد إيد العون والمساعدة لنا. يعني كما يقال الحاجة أم الاختراع، أنت اخترعت اختراع، يعني أنا أتوقع أنه محتاجه كل العالم وليس فقط غزة، ولكن أنت ضربت عمي إبراهيم 3 عصافير بحجر واحد كما يقال. هو فرصة استثمارية وبتخلص من النفايات المضرة في البيئة، وإيجاد فرص عمل للعاطلين. بتعرف قديش عندنا إحنا، يعني عشرات الآلاف من الطلبة خريجين الجامعات عاطلين على العمل، يعني هاي الأقل كمان واحدة. لعدد من الشباب. كمان غير هيك بعزز ثقافة البيئة زي ما بيقولوها، من خلال فرز المخلفات في المدارس في المؤسسات. بتتعلم الطالب تفرز البلاستيك ترميه لحاله وكذا، وزي هيك في طب عمي أنا بدي أكمل بس الفيديو معك عشان إن شاء الله نشوف شو يعني ابنك هذا، ما شاء الله الله يحفظ لك إياه، عم بتكلم شوي عن الموضوع. هو الكهرباء مولد على الخليط الناتج من عملية البلاستيك، عملية انصهار البلاستيك. يعني الله يحفظ لك أبنائك، مين بيساعدك في هذا المشروع غير صبح؟ الله يبارك فيك. هذا محمود، هذا الكبير، محمود والله كله، يعني اغلب الاولاد عصام ومعتصم ويوسف، الحمد لله رب العالمين، يعني الاولاد الحمد وقفوا لله. معه في كويس. طيب الرسم الهندسي للمشروع هل أنت اللي سويته نعم. ولا أحد ساعدك فيه؟ لا والله انا يا دكتور، من انا اللي الصفر. عملت كل حاجه من الصفر. صحيح، يعني بعد انا ما خلصت المشروع جبت صديق إلي مهندس بترول، كان مدير معبر البترول، يعني عنده 27 عام خبرة في البترول. انبسط كثير لما شاف المشروع، وحتى هو قاعد يسألني أسئلة، وكثير كان مبسوط من المشروع. طيب المشروع هذا هل أخذت عليه براءة اختراع أو شيء يثبت ملكيتك له ولا لسه ما صار؟ والله سجلت يا دكتور في الوزارة وعذبوني، زي ما قلت لك جهات رسمية كانت بدها تأخذ المشروع، ولحتى الآن عندي الأوراق من الوزارة وما سجلوا لي إياها. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت عم بتحاول إنك رحت لمؤتمر كان دعينا له محافظ سلطة النقد للطاقة البديلة في أريحة، وقدمت في رام الله للمجلس الأعلى للإبداع والتميز على أساس يقدموا لنا مساعدة. ولليوم كم سنة هذا حوالي الحكي؟ من 2014 أنا المشروع تبعي، يعني أقول بعدها يمكن صاروا 5 سنين الحكي هذا. رحت أنا للمؤتمر وأوعدوني بالمساعدة وحولني إلى دكتور هنا بغزة، عضو معهم في المجلس وعلى الفاضي، يعني بس مسميات. كل المؤسسات اللي في فلسطين مسميات مش أكثر، بيجمع الله الله. تبرعات باسم او باسم كذا وباسم البراءات الاختراع على الفاضي. يعني تضيع عمي إبراهيم أنت ضربت، أنا بحكي نعم زي ما بنحكي بالفلسطيني، كمشة عصافير مش عصفور واحد، بحجر واحد. أول إشي نعم حاجة
القطاع للمنتجات النفطية أنت حليت جزء منها، محاولة التخفيف من التلوث البيئي والانبعاث الحراري اللي هو يؤرق العالم، وكما قلنا يا جماعة أنه ما يحدث الآن في غزة من معالجة قد يساعد أهلنا في كندا وأمريكا والفلبين واليابان أي مكان في العالم، لأنه هذا التلوث البيئي يحدث عالميا وليس محليا. التقليل من المنتجات البلاستيكية اللي هي فعلا تؤرق الحكومات الآن، عم بيسووا كل سنة 20-40 مليون مؤتمر في كوبنهاجن وباريس عشان يخففوا من الانبعاث الحراري، وهذه المصاري ممكن تشتغل في مشروع مثل مشروع عم إبراهيم ويساعد على التخفيف منها، خلق وظائف عمل، وفي النهاية طبعا عندك منتج أرخص السعر كمان أرخص من المنتج اللي يباع في السوق. صحيح. يعني عم إبراهيم أنا بدي أسمع منك رسالة أو كلمة لكل من يسمعنا سواء من داخل فلسطين أو خارجها، إيش رسالتك للعالم؟ والله أنا بتمنى أنه يعني يساعدونا نطور المشروع، يعني إذا كان حكومات أو مؤسسات مجتمع مدني، أنه فعلا هو يعني المشروع دي درجة أولى قبل ما يكون ربحي. هاي رسالتي هذه. طب هذا المشروع هل ممكن تنقله لدول ثانية؟ يعني هل ممكن نعمل منه دوبليكيت لدول العالم؟ صحيح. يعني انت ممكن تنفذه بغزه، ممكن تنفذه بعمان، ممكن تنفذه بدمشق، ممكن تنفذه في كندا، ممكن تنفذه في امريكا، في اي مكان في العالم. في اي مكان صحيح ممكن تنفذه. يعني مشروع هذا مشروع حتى الامكانيات متوفره يعني خارج حدود غزه اكثر للجميع. طبعا اللي سويتوه في غزه يعني اللي هو ما عندكم اصلا امكانيات حتى المواسير، يعني صعوبه ايجادها، البراميل، كل هاي الأمور. صحيح. والله شيخ الحام غير اليوم عندنا بغلي. الله يعينكم، الله يعينكم. طبعا عمي إبراهيم أنا بدي أدعو لك أول إشي بالصحة والسلامة الله يبارك والعافية، وربنا يقويك ويجمعنا فيك على خير يا رب. آمين. الله يبارك فيك. ومن هذا المنبر أنا أدعو كل من يسمعنا وبفكر في إيجاد مشروع يتواصل معي أو مع القناة، وإحنا حنوصله دايركت لوجه الله سبحانه وتعالى مع عمنا إبراهيم، إنه يحاول يساعد هذا المشروع، ليس لأجل عم إبراهيم، أنا بقول هي ليست شفقة ولا منا، هذا مشروع ربحي كامل بيساعد البيئة العالمية، بيساعد العمال المحليين، بيساعد في إنتاج نفط من بلاستيك وهي مشكلة كبيرة، بخفف من أعباء النفط على المصانع لأنه أسعارها أرخص، وعلى الأماكن الزراعية أو أماكن استخدامها بشكل عام. فالموضوع مشروع ربحي، ممكن تعمل منه دوبليكيت في 10 مدن 15 مدينة، لأنه البلاستيك هذه موجودة يعني في يمكن كل نقطة في العالم، فإيجاد السورس تبعك سهل جدا. هو ربحي تقريبا يعني تقدر تقول نسبة 100%، ناش نقول أكثر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عم إبراهيم أنا يعني باسمي وباسم القناة وباسم جميع المشاهدين أشكرك، أشكر أبنائك، ندعو لهم بالصحة والبركة، وإن شاء الله رب العالمين نسمع أكثر عن نجاح مشروعك ومشاريع أخرى في قطاع غزة. بارك الله فيك، شكرا لك يا دكتور، والله يحفظك. كمان في نقطة كنت بدي تفضل. الله يبارك فيك. كمان بشتغل على مشروع اللي هو زيوت السيارات المستعملة. ما انت عارف هذه كمان مضرة مش اقل ضرر من البلاستيك. انه اعمل على تحويلها لوقود الديزل. هذا مشروع جديد يعني لسه ما بدأ فيه. بتبدأ. مشروع جديد صحيح. فأنت تعرف يعني نقص الإمكانيات هي اللي حد ما بيننا وبين الأمور. والله أنت تثقل بالذهب يا عم إبراهيم. الله يحفظك ويبارك في عمرك. وإن شاء الله المشروعين ينجحوا ويجدوا وجه النور كما يقال. بارك الله فيك، الله يحفظكم.
ربنا شكرا لك يحفظك دكتور، ويديم عليك الصحة والعافية. شكرا دكتور كثير لك، بارك الله فيك. أخواني وأخواتي المشاهدين، نستودعكم الله ونراكم في حلقة قادمة، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.